خد هنا يلا، انت بتشتم مين يلا؟ خد يا يلا، ما حدش رباك في بورسعيد يلا، خد. والله اهو خروف قوي، نعجه قوي. بص انت بتعمل ايه؟ الحركه دي تبك المسلسلات. مسلسلاتي والله بجد، بيكونوا قاعدين كده على البحر والولد بيكون بيرمي طوب، وكمان بيصورهم من ظهرهم عشان يبينوا البحر، وهم بيكونوا بيكلموا عادي. على فكره انا عايز اجيبها في اخر كونتينر اللي فوق ده. ايوه ليه يعني الماسكه دي؟ جر يلا، ما عرفنا انك ظابط. خلاص خلاص نيلي، نيلي خد يلا. ده بقى عبد العزيز قريبي، وده مستر سيف مدير الشركه اللي انا بشتغل فيها، ودي نيلي السكرتيره بتاعتي. يا دين النبي، بقى دي السكرتيره بتاعتك انت؟ شفت الزمن يا استاذ عبد العزيز؟ انبليفبل. ايه فعلا، يطلع من الزفار جمبري. عيب يا عبد العزيز، انا واقفه. لا مؤاخذه يا بنت خالتي. طب ما تقعدوا يا جماعه، اتفضلوا ونخش في الموضوع على طول عشان ما نعطلش عبد العزيز باشا. اجري يلا هات لي قهوه. لا على فكره في قهوجي يا باشا، ممكن تطلب منه اللي انت عايزه. ايه دي المعلومه الجوهريه دي؟ ما انا عارف في قهوجي، عايزك انت تجيب لي قهوه. ليه يعني؟ بكرهك يا اخي. ماشي، قهوتك ايه يا باشا؟ مانو. لا انا ماليش دعوه انت بتدلع، بتقول لها يا مانو ولا يا ناني، انت قهوتك ايه؟ لا ده انت لذيذ كمان، انت تجري تجيب لي القهوه المانو وميه سقعانه. ميه ايه؟ سقعانه. انت بتضحك عليا. ميه سقعانه وفوق. بورسعيد نورت يا ست الكل. ثانك يو، ميرسي قوي. اموريني. الامر لله يا عبد العزيز، زي ما انا قلت لك كده بالظبط. عايزينك تدخلنا المينا، ولا انت هتكسفني بقى قدام مديري والسكرتيره بتاعتي؟ لا لا، هو انا اقدر، بس هو الموضوع يعني صعب اليومين دول عشان المينا شده شويه، وانا لو دخلتكم على مسؤوليتي هتاذي. يرضيكي؟ انت بتكلمني ليه؟ هي اللي بتكلمك على فكره. ايه ده، هي اللي بتتكلم؟ اصلا انا فاكر يعني الصوت سابق الصوره. ده احنا جايين لك من اخر الدنيا، هتكسر بخاطرنا ولا ايه يا عبد العزيز؟ وانا اقدر اكسر بخاطرك يا حته كنافه؟ ده غريب جدا، انت ليه بتبص لي انا؟ هي اللي بتكلمك، هتدخلنا المينا ولا ايه؟ هو الموضوع عايز شويه ترتيب بس، ما تقلقيش. طيب لا، احل قهوه هنا قدام عبد العزيز باشا. القهوه دي مانو ولا؟ ما القهوجي هم تسأله هو. يا دي انت ليه مصمم تقول معلومات مهمه؟ ما انا عارف انه القهوجي، فاكره صاحب المكان. غور ياد من هنا، اجري هات لي علبه بوكس. مش هجيب. هات لي علبه بوكس ولا تركب البوكس. خلاص بقى يا عبد العزيز، سيبك منه وانا هبقى اجيب لك البوكس. ماشي بس ما تقعدش. ليه يعني؟ ما بحبكش يا اخي، خليك واقف كده. معلش يا هاني، اللي يعمل ظهره قنطره يستحمل الدوس. ما قلتليش يا باشا، انتوا عايزين ايه بقى من جوه؟ عشان انا ليا حبايبي وممكن يجيبوه لك. جوه فين بالظبط؟ من جوه المينا. جوه. ده سؤال ذكي جدا. ميرسي. والله احنا كنا عايزين من جوه، كنا عايزين نوصل لكونتينر. ايه كونتينر ده؟ حضرتك شغال في المينا ومش عارف يعني ايه كونتينر؟ ما بحبش اختلط بحد، بس حضرتك كنا عايزين نخش الكونتينر ده نجيب. هنجيب ايه؟ ورق. هنجيب ورق من الكونتينر. عايزين ورق مهم، لازم احنا اللي نجيبه بنفسنا من جوه. بص يا ست الكل. لا لا لا، كده بقى كتير قوي. لا انا بلفت انتباهك بس، هو الموضوع يعني معقد حبتين، بس انا هظبط اموري وهبقى لغيكي. ممكن رقم تليفونك عشان الغيكي؟ دو سمثينج. لا هتشتم بالام، دوس على قلبي عادي. ركز معايا انا يا عبد عزيز، وموضوع التليفونات ده ما بيننا. انا كنت متاكده ان انت هترجعنا من بورسعيد مجبورين. وانا اقدر اكسفك يا بنت خالتي. طب بالاذن انا بقى، لا اله الا الله محمد رسول الله. عايزك في كلمة يا بنت خالتي. ماشي. رايح فين يالا؟ جاي معاكم. خليك هنا. ليه إن شاء الله؟ يا أخي مالكش قبول عندي، ما بحبكش. وسع. عبد العزيز بيه. أيوه. أنا شفتك فين قبل كده؟ أنت تعرف النقيب علي ربيع؟ لا أنا أعرف المقدم محمد أنور. لا يبقى ما تقابلناش. صلوا على النبي يا جماعة قولوا آه. شفته. عندها حق على فكره، هو اللزج وملزق قوي، مع ان الناس اللي هنا مش كده خالص. ليه؟ ما هو لذيذ اهو جدا. هما بيقولوا ايه كل ده؟ اكيد بيقول لها ما تسيبك من البقف اللي اسمه هاني ده واتجوزيني. متحلوش يا عم الحلو. او عارف ممكن يكون بيقول لها ايه؟ سيب النعجه يا خروف. زي ايه يا عم كان بيقول لك ايه؟ ها؟
قال لي انه موافق انه يدخلنا المينا بكره بس بشرط. شرط ايه؟ يتجوز نيلي. ايه؟ انتوا بتقنعوني بايه؟ انا نو واي قبل الاسم عبد العزيز ده تاني في حياتي اصلا. انتوا ما شفتوش نظراته اللي هي كانت عامله ازاي؟ انا كنت حاسه ان انا زي منى شلبي في فيلم هي فوضى. وانا كمان. ايوه كنت حاسس اني هاله فاخر. ايه ده؟ بصوا انا ما شفتش الفيلم بس يعني كله يقول عشان خاطر الفلوس. انت شارب بانجو اكيد. هو البانجو بيشرب كده؟ البانجو بيشرب كده يا ماما. وات ايفر. شوفوا بقى هتعملوا ايه عشان انا هرجع القاهره دلوقتي. يعني ايه ترجعي القاهره؟ عبد العزيز مش هيدخلنا المينا الا بيكي. يا جماعه انتوا بتتكلموا في ايه؟ ده مجنون. ازاي عايز يتجوزها واول مره يشوفها؟ طب يسال عليها افرضي طلعت شمال او اخلاقها مش كويسه، ده ابوها سوابق. سيف انت عبيط يا ستي. افرضي، قلت افرضي، انا مش عايزك تضعفي يا نيلي. معلش يا ستي استحملي شويه، مش انت اللي قعدتي تقولي لي معلش يا شريهان استحملي عشان خاطر الفلوس، وانت يا هاني كل احلامك التوك توك والخوف والتواجن، وجيت على نفسي ورحت له وفي الاخر طلع عينه منك انت يا عروسه. كلمة تانية وهديكي بالقلم على فكرة، أنا مش بتكلم كده يا ستي. هو أنت هتتجوزي بجد؟ إحنا بنقولك يعني سايسيه كدوت واستحملي غلاسته لحد لما يودينا المينا ونرجع مصر وكأن شيئا لم يكن. ما شفتيش فيلم أربعة في المهمة الرسمية؟ نيلي أنا مش عايزك تضعفي. سيف متأفورش كده. أنا مش بأفور، أنا متضايق عشان الحرنكش البورسعيدي كله أخضر، تالت حرنكوشة خضرة تطلع لي، الأصفر هيطلع إمتى؟ في الموسم بتاعه يا حبيبي. يا نيلي يا نيلي هنرجع بالفلوس وتطلعي أبوكي بالسجن وترجعي بيتك وترتاحي مننا ونرتاح منك، وعلى قولك لو هينفعنا يبقى سوريا لنفسك لمونة. أوكي هستحمله. ضعفتي ليه؟ ضعفتي ليه يا نيلي ليه؟ عشان لازم أعمل كده. ليه يا رب؟ خد يلا تعالى خد شاك اللي مالوش طعم زيك. الو الو. ايوه يا عبد العزيز. ازيك يا شوشه بنت خالتي؟ ايوه يا عبد العزيز باشا، انا جبت لك العلبه البوكس والميه الزعلانه. الميه السقعانه. خليك في حالك ياد يا رخم. ها قولي لي يا شوشو في اخبار حلوه؟ عيب عليك ياد، ان شاء الله هتنول المراد قريب. والله انا قلت ما يجيبها غير شوشو بنت خالتي. هو انا عملت حاجه؟ ده انا يا دوب جيت بس افتح معاها الموضوع لقيت عينيها وسعت ووشها نور وزي ما تكون كده. ايه لو كنت استنيت عليها شويه كانت قالت لي والنبي والنبي يا شوشو جوزيني الواد الحلو الاسمراني ده اللي اسمه عبد العزيز. معذوره برضه وانا ما اترفضش. اقول لك انا من اول لحظه خدت بالي ان في عينيها القبول. اقفل اقفل في وش السك. المهم يا عبد العزيز هنتقابل بكره زي ما اتفقنا عشان نخلص الموضوع بتاعنا ولا ايه يا قمر؟ لا بكره ايه، الموضوع فيه اربع خمس ايام. اربع خمس ايام ليه؟ انا اقول لك انا اصلا دلوقتي جيت المينا عشان اشوف الكونتينرات اللي انتوا بتقولوا عليها، طلع محجوز عليها. وهو برضه اربع خمس ايام حلوين تكون امي جت من الجونه عشان تعين العروسه. عشان الواحد يخدم بقلب. وهو خدمه المعرفه تفرق عن خدمه الاهل. اه قول كده. اعمل ايه؟ طلع زباله طلع زباله. ايوه يا زيزو انا نيلي. مش محتاجه تعرفي نفسك. يا سلام يا سلام يا نيلي، انت اصلا صوتك ما يتنسيش. وحشتني قوي. لحقت اوحشك كده بسرعه؟ ده انا يعني هما ساعتين، ده انت ما وحشتنيش. ما هي ساعتين دي مش حاجه قليله يا زيزو. يا لهوي عليها. ايه يا زيزو موضوع الاربع خمس ايام دول؟ انت مش عارف ان احنا مستعجلين؟ انا عارف والله يا نونه، بس انت يعني عارفه يا نونه. ايه نونه دي؟ لا يعني بقول لك نونه بدلعك، مش انت نيلي يتقال لك نونه؟ نونتي بنتي الصغيره. جغ جغ يا نونه. ايه ده؟ ايه الصوت ده؟ ببوسك. ببوسك ايه؟ ده انا حسيت ان الروج طرف عيني. انا زعلانه منك يا زيزو، معقوله اول طلب اطلبه منك ما تعرفش تعمله؟ لا والله، بس هو الموضوع يعني معقد شويه، انا استخدمت كل سلطاتي. اه هو صعب عليك بقى. طيب يا جماعة كل واحد على قد إمكانياته، زيزو مش هيقدر يخدمنا لأنه هو يعني لسه على قده، خلاص احنا نشوف حد تاني أهم. لا 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 لا, لا استني عندك واظبطي الكلام، أنت ما تعرفيش مين هو عبد العزيز. عبد العزيز لما يقول هيخلص حواري يخلصه. طب إيه رأيك بقى أنتوا بكرة بالليل عند بوابة المينا؟ ولو ما دخلتوش هجيب المينا لحد عندكم. ثانك يو.
ثانك يو على ايه؟ انت في ديك الساعه لما اخدم نونتي بطتي يعني مزتي. شوفوا هتبيتوني فين النهارده؟ ايه المكان ده؟ انا نو واي ابات هنا. بقولك ايه يا بت انتي، انا اتخنقت من العوجه اللي انتي معوجاها لنا دي، على قد لحافك مد رجليك. لحاف ايه في الحر ده؟ يوكي انا دخت. دختي من ايه يا كتكوته؟ الراجل اللي هناك ده عمل صوت غريب كده بزوره وبعدين راح تافه في الارض. امال عايزاه يعمل ايه؟ يكتم البلغم يعني لغايه ما يموت فيها؟ احمدي ربنا انه ما جاش لغايه هنا وتف في شنطتك. كان يموت احسن بدل ما يقرفني. معلش يا حبيبتي قصري على نفسك ليمونه ليله وتعدي. وبعدين ايه الشنط دي كلها؟ ده هو يوم صد رد. على فكره الحاجات اللي في الشنط دي تكفيني يوم، لبسي، جزمي، بيجاماتي، الاكسسوارز بتاعتي، الميك اب، واوبشنز زياده. افرضي مثلا النهارده عايزه البس دريس، سكيرت، بانتس، انا حره. اتفضلوا يا هواجن، الويلكم درينك. شكرا. الاوتيل المعفن ده فيه ويلكم درينك؟ امال يا ست البنات، ده انتوا شرفتوا بورسعيد. كوبايتين صوبيا ساقعين يستاهلوا بقكم. شكرا انا مش عايزه. الف هنا وشفا. الا الهوانم مشرفينا قد ايه؟ لا احنا يوم بس وماشيين. ويا ترى راجعين القاهره ولا رايحين في مكان تاني؟ انت مالك اصلا؟ انت بتحقق معانا؟ لا انا ما اقصدش، انا اقصد بس يعني وانتوا ماشيين ابقى اجيب لكم الباي باي درينك. شفتي ظلمتي يا راجل، بقى هيجيب لنا الباي باي درينك. انا ليه حاسه ان انا شفتك فين قبل كده؟ لا يخلق مش شبه اربعين. انا همشي بقى عشان استاذ هاني جاي. شكرا غريب قوي. صحينا بقى الفطار لو سمحت. مش بيعملوا جمبري على الفطار بقى؟ ايه تحفه. الجمبري البورسعيدي. خد يا شوشو، ده مفتاح اوضتك انت والاستاذه نيلي. مش كفايه ان انا رديت ابات معاكم في الاوتيل ده، كمان هتبيتوني معاها في اوضه واحده؟ ما انت كنت بايته في بيتنا ما قلناش حاجه، اشمعنى دلوقتي يعني؟ لا مؤاخذه يا ست الكل، اصل مفيش حل تاني، احنا الفلوس اللي معانا يا دوبك جابت اوضتين. سيف ادفع له. انا اصلا دافع الاوضتين. طب ما تدفع اوضه كمان، يعني ايه المشكله؟ نيلي انا مش معايا فلوس، انا يعني ما كنتش عامل حسابي، وبعدين ده انا خدت اوضه ليا بثلاث سراير، يعني هنطلع نلاقي واحد نايم فوق. انتوا بتلووا صباعي يعني؟ اسمه دراعي. بالظبط كده، بنلوي دراعك. اوكي شيلوا لي الشنط.